السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك ويبارك وعمرك إن شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي باق دائم لا يموت أبدا. بيده الخير وبيده الملك وبيده تدبير الأمور، وهو على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أشرف الخلق، المصطفى المختار، الذي اصطفاه الرحمن لإخراج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا لسعة الآخرة، ومن جور الأديان لعدل الإسلام، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخواني أخواتي أحبتي في الله، من أول شيء نهنيكم. إحنا والحمد لله دخلنا في شهر رمضان، يعني فعليا لما أذن المغرب فين صرنا؟ صرنا في رمضان، صرنا فعليا شرعا في رمضان. ابتدأ رمضان مجرد أن رفع المؤذن الأذان وقال الله أكبر من صلاة المغرب، أصبحنا في ليلة رمضان الأولى. فإحنا الآن في ليلة رمضان، وإن شاء الله بعد صلاة العشاء كما اعتدنا نصلي التراويح. والتراويح هي قيام ليل، وقيام الليل والتهجد يعني وجهان لنفس الشيء، إنما يعني يقال أن الفرق بينهما أن قيام الليل نقوم الليل بعد صلاة العشاء، التهجد يقال إنه إذا إحنا يعني نمنا وقمنا يعني يصبح تهجد، وهو نفس المعنى لقيام الليل. فالتراويح هي قيام ليل. إخوان نذكر يعني في بعض الإخوان يعني يأتي ويسارع إلى صلاة التراويح، وشو بكون؟ بكون ناسي ومتغافل عن إيش؟ عن صلاة العشاء. فنقول إن صلاة العشاء فرض، وهي أهم وأولى بكثير من النوافل والسنن، وهي أفضل من التراويح. يعني يجب أن لا نضيع صلاة المغرب أو صلاة العشاء، وفي محاولتنا للمحافظة على صلوات التراويح. نذكر إخواني أن اليوم شرعا، لما نقول اليوم، كلمة يوم شرعا تقسم إلى ليل ونهار، والليل يسبق النهار. يعني اليوم بإيش بيبدأ؟ بالليلة ثم يتبعها النهار. يعني عند صلاة المغرب لما يبدأ الليل شو اهتدينا؟ اهتدينا يوم جديد. يعني شرعا احنا في أول يوم من أيام رمضان كما قلنا، وبعد أن ينتهي الليل شو بيبدأ؟ بيبدأ النهار. هلا النهار من أين يبدأ النهار؟ فأني من عند الشروق، شروق الشمس. شو منقول؟ منقول ابتدأ النهار. يعني في عنا الليلة من صلاة المغرب حتى شروق الشمس، بعدين من شروق الشمس حتى المغرب من جديد هذا النهار. ففي عنا ليلة ونهار. وعنا صلاة الفجر إخواني، يعني صلاة الفجر تسبق الشروق. صلاة الفجر عندما تبدأ أشعة الشمس، وخلينا نقول يبدأ في عنا فترة زمنية، خلينا قبل ما نبدأ في الفجر خلينا نيجي للمغرب لربما أسهل نقيس على المغرب. المغرب عندما تغيب الشمس في الأفق، شو مالها بتغيب الشمس في الأفق؟ إلا إنه الشمس، خلينا نقول هاي الأفق وهي الشمس، بدأت الشمس تغيب في الأفق، إلا إنه نورها شو بتم؟ ظاهر. يعني النور تبع الشمس بيظهر بيصعد إلى السماء ويهبط، ينعكس السماء، بتصير كأنها مرآة، وينعكس النور تبع الشمس لفين؟ في الدنيا. فمع انه المغرب، خلينا نقول بيبدأ المغرب انه الشمس تزول في الافق، الا انها شو بتم في عنا ضياء. هلا الشمس شو بتمها؟ تنزل،
الشمس متى ما تنزل، وعلى الحقيقة الأرض تدور، فبتصير كأنها الشمس هي اللي بتنزل. ولكن لما تصل الشمس إلى مرحلة تحت الأفق ما بيصير في مجال أنه هي ترد أشعتها عن طريق السماء إلى فين؟ إلى الأرض. فلما يغيب الضياء مباشرة شو بنقول؟ ابتدأنا بصلاة أو بوقت العشاء. فوقت العشاء عندما تضيء أو تنقطع، ينقطع ضوء الشمس بتاتا، ففي عندي فترة زمنية بيبدأ الشمس أول شيء تغيب، وبعدين ضوءها بيبدأ بيغيب شوي شوي. هلا بين المغرب وبين العشاء شو بتم في عنا؟ بتم في عنا الضوء تبع الشمس موجود في الدنيا. لما أصل للعشاء شو بقول؟ بقول إنه ضوء الشمس انتهى بالكلي. وهذه بتاخذ فترة زمنية احنا بنعرف تختلف من مكان إلى مكان آخر، ولكن عندنا في بيت المقدس أيضا تختلف على مدار السنة. إنما إجمالا مش منقول نقول حوالين ساعة تقريبا، في ساعة بتقل بتزيد، بتكون في عنا الفترة الزمنية بين المغرب وبين العشاء. هاي الفترة الزمنية، هذه الفترة الزمنية شايفينها بين المغرب وبين العشاء هي تقريبا نفس الفترة الزمنية بين إيش وبين إيش؟ بين الفجر وبين الشروق. بين الفجر وبين الشروق، يعني الشمس تقول عملها بتغيب في الفجر، شو بتبقى؟ تبدأ ترجع. لما تبدأ الشمس ترجع في فترة زمنية معينة بصير ضوءها ينعكس على السماء وبرجع للأرض، بيبدأ الضياء قبل ما تظهر الشمس. فضياء الفجر يظهر قبل ظهور الشمس نفسها. هاي الفترة الزمنية تقريبا بين الفجر وبين الشروق تساوي الفترة الزمنية بين إيش وبين إيش؟ بين المغرب وبين العشاء. عشان هيك إذا احنا قسنا الفترة الزمنية بين المغرب والعشاء، وقسنا الفترة الزمنية في نفس اليوم بين الفجر والشروق، شو بنلاقيهم؟ تقريبا قد بعضيهم قد بعضيهم. هلا كمان شغلة يا اخواني من الأسئلة اللي بيسألوني إياها الناس كتير في هذا الباب، إيش اسمه الفجر الصادق وإيش اسمه الفجر الكاذب؟ الفجر الصادق والفجر الكاذب. الفجر الكاذب إخواني إنه إحنا نشوف الضياء المنعكس من السماء قبل فترة الفجر نفسها، هذا شو نسميها فترة زمنية موجودة اسمها الفجر الكاذب، وبعدين بيبدأ الفجر الصادق. إخواني يعني التقويم الموجود عندنا، التقويم الموجود عندنا في بيت المقدس وفي معظم الدول العربية والإسلامية واللي بنقرأه في الكتب، خلينا نقول الخلاصة إنه هذا تقويم صحيح، تقويم صحيح. مع إنه في بعض الناس شو بتسوي؟ بتشكك، بتقول لك هذا التقويم من صحيح، وإنه الفجر الصادق والكاذب بنتبقوش عليه وفي خلل. ولكن لا، خلينا نقول إنه هذا التقويم أصح ما يمكن. للي عنده شك، للي عنده شك، إذا أنت ما دخلتش بالفجر، ما دخلتش الفجر، بقول لك انا لازم اشوف الضياء كله، مش تكون الدنيا عتمه، بدي اشوف انه الدنيا بدا يتبين عندي الخيط الابيض من الخيط الاسود، وبدي اشوف انه الضياء بدا بدي تمني اكل لحد ما يتبين عندي الخيط. فبنقول اخواني اذا انت كنت شاكك بين الفجر الصادق وبين الفجر الكاذب، فتعامل مع هذا الامر بمنظورين. المنظور الاولاني للطعام، والمنظور الثاني للصلاه. اما من ناحيه الطعام، انك انت يعني امتى بدك تمسك عن الطعام؟ شو بنقول؟ بنقول بتمسك عليه احتياطا في اقرب فتره زمنيه. يعني امتى بيبدا الفجر في التوقيت تبعنا؟ حتى لو كانت عتمه شو بسوي؟ بمسك عن الطعام احتياطا. اذا كان التقويم صحيح انا امسكت صحيح. اما لو فرضنا معنا انا يعني انا اجزم ان التوقيت تبعنا صحيح، ولكن خلينا احنا نتكلم بمنطق هؤلاء اللي بيقولوا ان التقويم خطا. اذا كان التقويم خطا وامسكت قبله فصيامك صحيح في كل الاحوال. بس اذا كان التقويم صح وامسكت بعده، شو صار بصيامك؟ بطل صيامك. وانت ليش تحط حالك في هذا الموقف؟ فمنقول من ناحيه الطعام والامساك عن الطعام يجب ان نسير على هذا التقويم بغض النظر كان اعتقادك ان التقويم صواب ولا خطأ، هذا افضل. ناحية تانية اخواني للصلاة، بقول لك طيب والصلاة؟ فمنقول في الصلاة احنا في وقت الفجر بنعرف في مساجدنا في فرق ما بين الاذان والاقامة تقريبا قديش؟
نصف ساعة بين الأذان والإقامة، في تقريبا نصف ساعة يعني يؤذن الفجر وانت بدك تصلي السنة بعديها، اخر السنة دقيقتين ثلاثة اربعة خمسة عشر دقائق اخر، ربع ساعة اخر السنة، فيش مشكلة لانك بتصليها ضمن ايش؟ ضمن الفترة الزمنية اللي مسموحة. فلو انت اخرت السنة خلينا نقول عشر دقائق وصليتها، انت في كل الاحوال تجنبت اي احتمال موجود عند الناس وبقولوا انه في عندك خلل بين الفجرين، بين الفجر الصادق وبين الفجر الكاذب. اما اخواني في اناس اعلمهم شو بيسوي، يتعمد انه هو يبقى يتناول طعامه لحد ما يمتن يبين الضياء عنده، فنقول هذا في خلل وهذا لا يجوز، وانت بتوضع حالك موضع الشبهات، ويجب ان نميز ونفرق ما بين تناول الطعام وما بين إقامة الصلاة في هذا الموضوع بالذات. طيب كمان سؤال إخواني بعض الناس بيسألوني إياه، اللي هو آخر وقت العشاء، يعني أنا لأيمتى بقدر أتمني أصلي العشاء؟ احنا بنعرف إنه في عندنا وقت العشاء إيمتى؟ لما تغيب كل الضياء، هذا وقت العشاء، هذا الوقت اللي بيبدأ فيه صلاة العشاء، لأيمتى بقدر أتمني أصلي؟ وإحنا بنعرف إنه محبذ إنك أنت تأخر العشاء، صلاة العشاء قدر الإمكان، قد ما خخرتها بيكون أفضل. ولكن أذكر إخوان، صلاة العشاء مثل أي صلاة أخرى، الأصل في الصلوات أن تؤدى في الجماعات، الأصل في الصلوات الفروض من الصلوات أن تؤدى في الجماعات. إذا انقطعت فيك السبل وما قدرت أنك أنت تصلي صلاة العشاء في الجماعة وبدك تصليها في البيت، تؤخرها قد ما بدك، أنت موجود براحتك. هلا لأيمتى تقدر تأخرها؟ نعرف إخواني شرعا إنه وقت صلاة العشاء ممدود حتى منتصف الليل، حتى منتصف إيش؟ الليل. هتكلمنا قبل شوي إنه اليوم ليلة ونهار، الليلة فيه لها مدة زمنية، إيمتى الليلة بتبدأ؟ قلنا من صلاة المغرب. إيمتى بتنتهي؟ بتنتهي مع شروق الشمس. هذه الفترة الزمنية اقسمها من النص، في عندك على سبيل المثال خلينا نقول 6 ساعات، شو بتقسمها من النص؟ بصير في عندك النص 3 ساعات، هذا اسمه نص الليل، بتضيف ال3 ساعات على فين؟ على صلاة المغرب، فبتعرف آخر وقت صلاة العشاء. أو إذا كان مثلا في عندك الفرقية بين المغرب وبين الشروق 10 ساعات، شو بتقسمهم؟ من النص، شو بصير عندك؟ 5 ساعات، 5 ساعات في اللي بتضيفهم على صلاة المغرب، بتعرف آخر صلاة العشاء. فمعناه آخر وقت لصلاة العشاء مش زي بعض الناس اللي بتفكر بقولك أنا بقدر أصلي العشاء لحد قبل الفجر، هذا خطأ إخوان، هذا ليس بصحيح. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تعلمنا من أحاديث الرسول إنه آخر وقت لصلاة العشاء هو نصف وقت الليل. الساعة 12 في الليل يعني؟ لا مش الساعة 12 في الليل، الساعة 12 في الليل شو منقول عنها؟ الساعة هي الساعة الغربية لنص الليل. عند الغرب بيقسموا اليوم ل 24 ساعة، 12 ساعة نهار و12 ساعة ليل، بس احنا بنعرف الليل والنهار شو مالهم؟ بنقصوا وبزيدوا، يعني في عنا أيام في السنة النهار بطول، في عنا أيام في السنة النهار شو بصير؟ بنقص. في الشتاء نهار شو بصير فيه؟ قليل، وفي الليل بصير طويل في الشتاء، وفي الصيف في العكس. هلا في الشتاء الليلة شو بتكون طويلة؟ فلما أخذ الليلة طويلة على سبيل المثال خلينا نقول مش 12 ساعة، 16 ساعة ولا 18 ساعة تكون الليلة. لما تكون الليلة 18 ساعة وأقسمها من النص شو بتصير؟ 8 ساعات، 8 ساعات بضيفها للمغرب، يمكن يصير وقت آخر وقت صلاة العشاء بعد 12. ولكن في أيام أخرى لما تكون الليلة قصيرة شو بتكون وقت العشاء؟ قبل 12. عشان هيك إخواني بنقول إنه يجب يعني الحساب بيكون انه تاخير صلاه العشاء حتى نحن ما نتجاوز نصف الليل. فتقديرا انت بتيجي بتاخذ وقت صلاه المغرب يعني تقديرا مع وقت صلاه الفجر، وبتشوف الفرق النص بيناتهم، بتقول النص بيناتهم هذا ايش؟ هذا اخر صلاه العشاء. هلا معناه قيام الليل انت بده يبدا بعد صلاتك للعشاء. احنا بنعرف انه انت بتقدر تصلي العشاء يعني في اول الوقت او في نصف الوقت او في اخره،
فقيام الليل امتى بيكون؟ بعد ما انت تأدي، بعد ما انت تأدي صلاة العشاء، بتصلي العشاء وبعديها بتبدأ صلاة قيام الليل زي ما احنا بنسوي في التراويح. اذا انت اخرت صلاة العشاء لمنتصف الليل، فمعناه بيكون قيام الليل امتى بده يكون؟ بعد منتصف الليل. ويفضل انه قيام الليل او التهجد امتى يكون؟ في الثلث الاخير من الليل. في الثلث الاخير من الليل يفضل ان تكون قيام الليل. كيف يعني الثلث الاخير من الليل؟ يعني بناخذ صلاة المغرب، بناخذ الشروق، وبنقسمهم ثلاث اقسام. القسم الثالث شو بنخصصه؟ لقيام الليل. نصف هذا الوقت اخر صلاة العشاء. هذا اخواني بالنسبة لوقت صلاة العشاء، وبالنسبة لافضل وقت لقيام الليل. وكما قلنا اخواني، يعني بالنسبة للوتر، صلاة الوتر يعني يجب ان تكون او يوتر الانسان مرة واحدة في اليوم. متى يوتر؟ هلا له خيار، اما انه بعد ما يصلي العشاء بيصلي الوتر، يعني بيصلي العشاء وسنته بعدين بيصلي الوتر. والوتر اخواني اما ركعة او ثلاثة او خمسة او سبعة او تسعة، يعني قد ما بدك صلاة مفردة، ولكن يعني اكثر صلاة الناس في الوتر هي ثلاث ركعات. بيصلوا ركعتين منفردتين مع تسليمة، وركعة واحدة مع تسليمة. بيصلوا ركعتين مقدمة للوتر، بعدين بيصلوا ركعة، بيصيروا ثلاث ركعات. هدول الوتر، هدول الثلاث ركعات او الركعة او الخمسة، يعني صلاة الوتر بغض النظر عن قديش انت بدك توتر، انت بتصليها بعد العشاء. في ناس بيقول لك طب انا بدي اقوم قيام الليل، فايمتى انا اصلي الوتر؟ اصلي الوتر بعد العشاء بعدين اصلي قيام ليل، ولا اصلي قيام ليل واوتر بعديها؟ فبنقول اذا كنت ضامن انك انت تقوم لقيام الليل، شو بتسوي؟ بتاجل الوتر لايمتى؟ لبعد قيام الليل. فافضل صلاة الوتر انها تكون اخر الصلاة، اخر صلاة موجودة عندك، هذا افضل صلاة، افضل وقت لها. اما انسان على سبيل المثال، يعني احيانا لما يروح ينام بتروح عليه نومه، وبفيش على صلاة الفجر، هو بيأدن وبكونش معه انه يصلي الوتر، شو بنقول له هذا الشخص؟ افضل انك انت تعجلها بعد ما تصلي صلاة العشاء. شو بتسوي؟ توتر عشان تضمن. ليش تضمنها؟ لانه هي يعني وصية من الرسول عليه الصلاة والسلام، وصانا انه احنا ما ننام الا انه نوتر، او انه ما يمرق علينا يوم الا انه نوتر، هذا الاصح، انه احنا ما نضيع يوم بدون صلاة الوتر. هذه وصية من الرسول عليه الصلاة والسلام. هلا انسان على سبيل المثال بقول طيب انا صليت صلاة العشاء واوترت، وبعدين قمت لقيام الليل وصليت قيام الليل، لسه في عندي وتر، اوتر مرة اخرى؟ نقول لا، الوتر شو ماله؟ انما يكون مرة واحدة في الليلة، مرة واحدة في الليلة، ما في وترين. شو فيه؟ في وتر واحد. لانه اذا انت وترت مرتين، وتر مع وتر شو بصير؟ بصير شفع، يعني بطل وتر، يعني بتقول واحد مع واحد شو بصير؟ اثنين، بطل فردي شو صار؟ زوجي. ثلاثة مع ثلاثة شو بصير؟ ستة، بطل فردي شو صار؟ زوجي. فالوتر مرة واحدة في الليلة. اذا انت اوترت بعد صلاة العشاء ما بتوتر بعد قيام الليل، واذا انت ما اوترت بعد صلاة العشاء توتر بعد قيام الليل. واحنا يا اخوان في التراويح يعني اعتدنا انه بعد ما يصلي الامام الركعات، واحنا عندنا هون في بيت المقدس يعني بنصلي 20 ركعة من التراويح، يعني بنصلي 4 ركعات عشاء، بعدين بنصلي ركعتين سنة العشاء، بعدين بنصلي 20 ركعة، بنصلي 20 ركعة اللي هم التراويح. يعني في ناس يعني في فاصل بين 20 ركعة 8 و12، في ناس تكتفي بالثمان ركعات وتغادر إلى بيوتها، وفي ناس بتتمها إيش؟ مصمدة إلى باقي العشرين ركعة. وبعد ما تصلي سواء الثمانية أو العشرين يعني بتصلي الوتر. هلأ اللي بنتظر حتى أنه هو ينهي العشرين ركعة، شو الإمام بيصلي؟ بيصلي صلاة الوتر ثلاث ركعات. يعني بعد العشرين شو في عنا؟ ثلاث ركعات وتر. واعتدنا في آخر السنين انه هم ركعتين مع تسليمة، وركعة مع تسليمة ثلاث ركعات.
فهدول بنصليهم ايضا جماعه. يعني بعض الناس تسال يعني هل يجوز ان نصلي الوتر جماعه؟ فنقول نعم يجوز، يعني يجوز ان تصلى الوتر جماعه، هذه وارده، فنصليها مع الامام. هلا ليش بنصليها مع الامام؟ يعني لفضل الجماعه، لفضل الجماعه، لانه صلاه الجماعه افضل من صلاه الفذ ب 26 او 27 فذ، يعني ضعف. اذا انت صليت صلاه الوتر مع الامام كانك صليت 26 او 27 صلاه، يعني بمقدار شهر تقريبا، يعني قريب الشهر، قريب انك انت تصلي او تختم، يعني كانك صليت وتر عن طول الشهر في هذه الصلاه مع الجماعه. ايضا اخواني بعض الاسئله اللي بيسالونا اياها في هذا الباب بخصوص الدعاء في الوتر، الدعاء في الوتر، يعني هل يجوز لي اني انا ارفع يدي لما يبدا الامام بالدعاء في الصلاه واؤمن من بعده بصوت مسموع؟ فبنقول انه في الوتر كونها ليست فرض، كونها ليست فرض، يجوز لك ان ترفع يديك وان تؤمن بصوره لا تشوش على غيرك. يعني المهم انك انت ما تشوش على غيرك، فان امنت بطريقه لا تشوش على غيرك فهذا جائز، هذا جائز، وان ترفع يديك فهذا جائز. ولكن اخواني ننبه انه رفع الصلاه في صلاه الوتر لا تاخذ نفس الحكم لرفع اليدين في صلاه الفجر على سبيل المثال. احيانا يقنط الامام في صلاه الفجر ويدعو دعاءه بعد الركعه الثانيه، فنقول اخواني في صلاه الفجر يقدم ادب الخشوع في الصلاه على ادب رفع اليدين في الدعاء. عشان هيك انت شو بتتمك؟ بتتمك حاطط يديك على خاصرتيك او بطنك، او بتنزل ايديك، انت حر. ولكن ان بدك ترفع يعني يكفي ان ترفع اصبعك الشاهد حتى انك تأمن مع الامام بالاصبع وبشفتيك دون اصدار صوت. فنقول انه في الصلوات المفروضة نقدم ادب الخشوع على ادب الدعاء. اما في الوتر فقلنا انه هي ايش؟ ليست صلاة مفروضة بالمعنى من الصلوات الخمسة. عشان هيك يجوز انك انت ترفع يديك، ويجوز لك ان تؤمن بصوت خفيف لا يزعج الاخرين. ونذكر اخواني حتى لو رفعنا يدينا، يعني ادب رفع اليدين انك انت ترفع يديك قدر الامكان الى الاعلى، ولكن يبقى نظرك، فين نظرك بتم موجود؟ الى مكان سجودك. فين لما بدك تسجد؟ لما بدك تسجد فين بتضع وجهك، جبهتك على الارض، فين بتيجي؟ يبقى نظرك في هذا المكان، هذا افضل الادب ان شاء الله. هذا اخواني نذكر فيه. نذكر اخواني بخصوص شهر رمضان، بعض الاخوان يعني بيسالني، او واحد من الاسئله بيسالني هل الحكمه من صيام شهر رمضان انه احنا نشعر مع الفقراء؟ فبنقول اخواني هذه احدى الحكم ولكن ليست الحكمه. لا استطيع ان اقول انه حكمه شهر رمضان او عله الصيام ان نشعر مع الفقراء، لا استطيع ان اقول. نقول علة الصيام هو أمر الله سبحانه وتعالى، إن الله سبحانه وتعالى أمرك بالصيام، شو بدك تسوي؟ بدك تصوم. أمرك بشيء معين بدك تفعله، نهاك عن شيء معين بدك تنتهي عنه. فعلة الفعل أو المنع هي أمر الله عز وجل بالفعل أو المنع. لو كانت إخواني علة الصيام نحن نشعر مع الفقراء، فمنقول طب ما الحكمة أن يصوم الفقراء؟ مش الصوم مفروض على الفقير ايضا؟ وهذا الفقير زي احنا بدنا نشعر معه، مش هو ايضا كمان صايم؟ طب هو عم مع مين بده يشعر؟ احنا بدنا نشعر معه، هو عم مع مين بده يشعر؟ فنقول انه اي نعم علة او احدى حكم الصيام انك انت تشعر مع الفقراء، مع اللي ما فيش عندهم طعام، هذه من الحكم، ولكن مش هي السبب في الصيام. شو السبب في الصيام؟ السبب في الصيام هو امر الله عز وجل. والحكم اللي موجودة لربما كنا احنا عاجزين انه احنا نقدر نحصيها، عاجزين انه احنا نحصيها. فعلى سبيل المثال يعني في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام صوموا تصحوا، مظبوط ولا لا؟ فمن الحكم انه انت تتحصل على صحة في بدنك. ولكن نقول هل هو هذا العلة او هذا السبب للصيام؟ شو بنقول؟ لا، ليس سبب الصيام
أن نتحصل على الصحة. فمن حكم الصيام أن نشعر مع الفقراء، ومن حكم الصيام أن تتحسن صحتنا. من المؤكد إخواني مع الصيام صحة البني آدم يعني تزداد وتتحسن. وفي أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شر من معدته. يعني لما الواحد يعبي هاي المعدة هذا شو ماله؟ هذا بده يكون باب من أبواب الشر، باب من أبواب الشر، إنك أنت تعبيها أكثر من حاجتها، أكثر من طاقتها. يعني بين لنا الرسول عليه الصلاة والسلام الحد الفاصل. يعني سألوا أعرابي وقال له إنه على سبيل المثال هو إنه بيشتغل وبيتعب وبيحتاج للطعام، فبين الرسول عليه الصلاة والسلام إنه إذا كان ولا بد فثلث طعام وثلث ماء وثلث هواء. ما تعبيها كلها طعام، إذا أنت عبيتها كلها طعام أنت يعني في هذه الحالة أثقلت على نفسك الشيء الكثير، أثقلت على نفسك الشيء الكثير. طيب معناه إخواني نقول من حكم الصيام التحصل على الصحة. وعلى الحقيقة إخواني كل ما أنت قللت من الطعام، كل ما قللت من الطعام يعني أعطيت الجسد قدرة أفضل للتعامل مع الطعام اللي أنت تناولته، يهضمه بطريقة صحيحة، ينقله داخل الجسم بطريقة صحيحة. أما كمية الطعام كثيرة شو بتحتاج أول شيء؟ لهو. الطعام الكثير يحتاج ماء كثير حتى أنه يهضم، كل ما أكلت أكثر لازم تشرب أكثر. والماء الكثير إخواني يؤدي إلى النعاس. ليه؟ لأنه إذا أنت أكلت وشربت كل طاقة الجسم، الجسم لفين بحولها؟ باتجاه المعدة. فبالتالي الطاقة اللي موجودة لباقي الأعضاء وبالأخص الدماغ والتفكير والذاكرة والأطراف، الإيدين والإجرين شو بصير فيها؟ بتنسحب طاقتها. فين بتروح؟ للمعدة. شو بصير فيك؟ بتلخرخ زي ما بنقول، وبتقعد بدك إيش؟ بدك بس تغمض عينيك وتنام. عشان هيك بنقول إخواني حتى أنك أنت تمك صاحي وقادر أنك أنت تفهم شو عمالك بتحكي أو شو عمالك بتسمع، شو لازم يكون؟ لازم تكون حواسك مشحوذة. والحواس المشحوذة شو بتكون؟ من قلة الطعام. وعلى الحقيقة إخواني كل ما جاع الإنسان أكثر كل ما انشحذت حواسه أكثر. يعني سمعك بصير أقوى وانت جوعان، وبصرك بصير أقوى وانت جوعان، وأحاسيسك شمك بصير أقوى وانت جوعان، مذاقك للطعام بصير أقوى وانت جوعان. كل الشغلات بتصير، كل أحاسيسك بتصير أحد وأقوى ومشحوذة أكثر وانت جوعان. وكل ما زاد جوعك هاي الحواس شو بتصير؟ بتصير أكثر. يعني انت بتكون حاسس أو يعني بحاجة انك انت تشتم رائحة الطعام وانت جوعان، ولو انت شبعان وانت جوعان تبدأ تشم اما وانت شبعان بتبطل تشم من مرة. عشان هيك اخواني نقول انه الاصل انه البني ادم يقلل قدر الامكان من طعامه. اما على الحقيقة يعني اللي انا بشاهده واللي معظمنا بشاهده وبيحكي فيه انه بمجرد ما نقول دخلنا او قربنا على شهر رمضان الناس شو بتبدأ تجوع. بس لما نقول نتكلم نقول انه قرب رمضان بصير الواحد يحط ايده على معدته مباشرة، يحسس على معدته انه هو بدأ ايش؟ يجوع. يعني احنا هلا واحنا نازلين يعني الافران عمالة بتسوي البرازق مباشرة. طيب اليوم مش صيام، من اليوم بدأوا ايش؟ البرازق واشكال الخبز اللي بلوى واللي مكعك واللي مضوى واللي مطاول والرفيع والتخين، كل انواع الخبز بدأوا يسووها من الليلة على اساس انه ايش؟ الناس خلص. وبعدين العروضات الموجودة في المتاجر امتى بتبدأ؟ في شهر رمضان. ليه؟ لانك بدك تجيب اشي صرنا نقول عنه مصطلح جديد اسمه مونة رمضان. والمشكلة انه كلنا بنعرف شو معنات مونة رمضان. يعني دخل رمضان بدك تجيب المونة تبعت رمضان، لازم تجيب المونة. وكتير ناس اخواني بشكولي من اصحاب المداخيل البسيطة
بقول لي يعني انا مصروفي في الشهر العادي للطعام بكون مخصص لي 1000 1500 شيكل للطعام، في شهر رمضان لازم يقفزوا لست 7000 شيكل، 3 أو 4 أضعاف المبلغ اللي كنت انا اصرفه في الشهر العادي، امتى بدي اصرفه في شهر رمضان؟ فبنسأل طيب هاي الفرقية، اذا انت تضاعف مصروفك 3 مرات، في ناس 4 مرات بتضاعف مصروفها في رمضان، اذا تضاعف مصروفك 3 مرات أو 4 مرات، نسأل الطعام اللي انت اشتريته هل يتم على الحقيقة استهلاكه ولا يتم اتلافه؟ فنقول اذا هذا البني ادم والله في عنده 30 يوم في رمضان، مسوي له خطة انه في 30 يوم كل يوم يكون في عنده فقيرين 3 بده يطعميهم ويكسب فيهم ثواب، بده يفطر له 2 3 4 كل يوم، عشان هيك تزاد مصروفه، شو بنقول له؟ والله هنيئا لك، نيال من فطر صائم. اما اذا كانت زيادة مصروفك في رمضان راح نشوفها اكياس طعام معلقة في حاوية النفايات، فمنقول يعني كان الله في عونك. ليه؟ لانك ستلقى الله سبحانه وتعالى بوجه بطر النعمة. بطر النعمة هذا شو اسمها؟ بطر النعمة، بطر النعمة شق من شقين ذكر لنا اياهم الرسول عليه الصلاة والسلام في شرح كلمة الكبر. من الكبر شو في عنا؟ بطر النعمة، بطر النعمة من الكبر، والكبر كما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من كبر. فأنت لما تبطر النعمة شو بتسوي؟ تتسبب لنفسك انك توقف باب الجنة للحساب، ستأتي هذه النعم وتشكوك لله عز وجل، رغيف الخبز سيشكيك لله سبحانه وتعالى، لقمة او خلينا نقول ملعقة الارز اللي انت كبيتها ستشكوك لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، سيسألك الله سبحانه وتعالى عن هذه اللقيمات، عن هذه اللقيمات من الخبز والطعام اللي انت ألقيتها في النفايات. اخوان أسألكم بالله عز وجل، رغيف خبز أنت تلقيه في النفايات، لو قلت لك هذا الرغيف، هناك من يبكي بكاء مرير في سوريا أو العراق أو اليمن يتمنى لو شطرة منه، مش كله، لو شطرة، بقول لك إذا هذا الرغيف موجود عندي ممكن أنا أقسمه بيني وبين 10 من إخوتي عشان نتناوله في هذا اليوم. فأنت شو بتسوي؟ احنا اخواني يعني شايفين مش رغيف خبز، اكياس، اكياس من الخبز تعلق في النفايات، اكياس من الخبز. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اكرموا الخبز، اكرموه. شو معنات اكرموه؟ يعني الخبز يباس ولا يداس ويوضع على الراس، مش زي ما احنا شايفينه انه يعلق في النفايات او يلقى في هذه النفايات. احنا نتكلم يعني عن حال عنا مصغر، هم شايفين بطر النعمة وتحترق قلوبنا على هذه البطر، ولكن إخواني للي بيخرج إلى أماكن أخرى زي دول الخليج أو بلاد الحرمين وينظر ماذا يلقى في النفايات، إخواني بعض الإحصائيات تتكلم على أنه ما يلقى في النفايات في هذه يكفي كل فقراء المسلمين في العالم العربي، كل فقراء المسلمين في العالم العربي والإسلامي يكفيهم فقط الزائد من طعام هؤلاء. فنقول حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني لما تلقى هذه النعم في حاف في النفايات، في حاويات النفايات، لما تلقى هذه النعم؟ يعني أنت على طعامك كم ستتناول؟ إخواني احنا بنعرف انه احنا نازلين واحنا صايمين، احنا البني آدم نفسه دنية، نفسه هذه بدها يعني بدها دعس فعليا، لازم الواحد يدعس على هاي النفس. اذا انت مشيت في الاسواق وانت صايم كل شغل عينك بتشوفها شو بده؟ بده يشتريها، بده يشتري التفاح وبده يشتري الانجاص وبده يشتري الخوخ وبده يشتري العنب وبده يشتري الموز وبده يشتري البرتقال وبده يشتري البطيخ وبده يشتري الخبز، حتى الخبز بنفعش معه يشتري شكل واحد منه،
اللي مطاول لازم يشتري منه واللي مدور لازم يشتري منه. طب شو الفرق اخواني بين اللي مطاول وبين اللي مدور وبين اللي مكعب وبين اللي مربع؟ شو الفرق؟ مجرد شكل. اما العجينة اللي سواها الفران هي نفس العجينة، ولما حطها في الفرن نفس الفرن، ولما خرجت لك بس خرج بشكل تاني. فليش انت اشتهيت الخبزة اللي مطاولة واشتهيت الخبزة اللي مدورة واشتهيت الخبزة اللي مكعبة واشتريت من ثلاث انواع؟ ليه؟ انا افهم شو الحكمة. فبتلاقيه هو ماشي حمل السوق كله، حمل كل السوق وروع على الدار مبسوط على حاله، وبعدين انحطت هالصفرة ولسه قبل ما يقدم عماله بعد يا مرة شايف سوس وشايف خروب، مش شايف العصير الأصفر، فين الكوكاكولا، فين السيفن أب، فين كذا فين كذا، هه انسينا الفلافل، انسينا صحن الحمص، ويقوم يركض بآخر عشر دقايق قبل ما يقدم. شو بده يسوي؟ بده يلحق صحن الحمص والفلافلات من عند الزلمة، مع انه ايش صفرته عليها لحم وشحم وعليها كل انواع الاكل. وبعدين بضرب هالمدفع وبأذن هالمؤذن، بيشرب كاسة المي وبيأكل هالطمرة، وبده ياخد معلقة، اول معلقة شوربة، وشو بلحق بلاقي حاله قفلت معه. والصفرة هاي اللي انحطت فين بدها تروح؟ فين بدها تروح الصفرة؟ وللأسف إخواني وللأسف بقول إنه معظم الناس عنا وعند غيرنا لا تقبل أن تتناول الطعام البايت. بقول عنه إيش؟ بايت. شو يعني؟ يعني بكرة بده طعام جديد. طيب هذا الأكل آها خلينا، أنا بعرف إحنا والحمد لله منجيب هذا الطعام ومنصفته في كراتين بطريقة مرتبة، ومنروح فيه على الملاجئ لا أطفالنا الفقراء والأيتام من فرقه، مش هذا اللي بيصير؟ والعماله بنكب في حاويات النفاية. وللأسف إخواني بقول لك أنا بدي هلأ أتعب في توزيع الطعام، لا أسهل إشي غمض عينه وعمل حالك مش شايف وكب يا زلمة في هالزبالة، وبكرة يوم جديد ورزق جديد. إخواني عشان تبقوا عارفين، هذه العادات إنما هي عادات الكفار، وبالأخص اللي احنا بنعرفهم اللي حوالينا. وللأسف إخواني أول ما دخلوا علينا البلاد كانوا في عيد عندهم اسمه عيد البيسح. شو كنا نشوفهم؟ كنا نشوفهم يفضوا البيوت كلها، كل مستلزمات البيوت يكبوها، وشو يشتروا جديد؟ هذا اسمه بطر النعم. بس بقول للأسف، للأسف بقول إنه سنة عن سنة كمية الشغلات اللي كانوا يكبوها من البيوت شو صارت؟ تنقص تنقص. وحاليا في آخر أعيادهم بطلنا نشوف إشي بكبوه في آخر أعيادهم. أما إحنا أخذنا العاطل من صفاتهم وعاداتهم، وصرنا إحنا اللي نكب، وإحنا اللي نضيع، وإحنا اللي نفرط، وهم بدأوا يرجعوا للصواب. فهم أخذوا منا الصواب وإحنا أخذنا منهم الخطأ، وهذا بنقول وللأسف. فمنقول إخواني نذكركم إنه هذا شهر رمضان، شهر رمضان المفروض إنه شهر القرآن، شهر أنت تختلي فيه مع الله عز وجل، تقرأ فيه القرآن، مش شهر الطعام. أما إذا إحنا نظرنا يعني للأسف بقول إنه كل تفكير يعني بتاخد بني آدم بتدرسه في يومه من أول ما يفيق لحد ما ينام، تاخد كلامه وتصرفاته وأفعاله اللي بيسويها طول النهار، بتلاقي إنه 90% من تصرفاته مربوطة في الطعام والشراب. يعني يومه كله مقضي على الطعام والشراب. كيف بده يسوي وشو بده يطبخ وش بده يعمل وش بده يجيب وراح يجيب ويسوي هاي الشغلة؟ يعني كل أفعاله وتصرفاته في هذا اليوم مبنية في إيش؟ مربوطة في الطعام والشراب. فنقول إنه شهرنا بطل اسمه شهر رمضان، شو صار اسمه؟ صار اسمه شهر الطعام، صار اسمه شهر الطعام. يعني على الحقيقة نصرف على طعامنا في رمضان وهو شهر الصيام أكثر مما نصرف في الشهور أو في باقي الشهور، ونتلف ونقوم بإلقاء من الطعام في شهر رمضان أكثر بكثير مما نلقيه في باقي الأشهر، حتى إخواني في بيوتنا بيوت الله عز وجل.
يعني في المسجد الأقصى احنا اعتدنا انه والحمد لله في جهات خيرة كثيرة تقوم يعني طلبا وسعيا لرضا الله سبحانه وتعالى وبركة شهر رمضان بإطعام الطعام في المسجد الأقصى، فهي تتبرع إما بمال أو بوجبات طعام تقوم بتوزيعها في المسجد الأقصى. ونرى إخواني بعض الناس وللأسف يسارع بركض ركض بس يشوف السيارة نزلت ونزل الطعام بتلاقيه أول واحد ركض على الصلاة، يمكن لما تشوفه في الصف الأولاني حاطط كرسي وعماله بيصلي على كرسي وبقول لك أي ظهري ومش قادر أنزل لا أركع ولا أسجد، بس لما تيجي السيارة تبعت الأكل شو بتلاقيه ركض. كيف صار قدامك وانت شاب عمرك 20 سنة ما بتعرف؟ ركض بصير أول واحد على السيارة وبيبلش وجبة شو بده تنتين ومرات بده ثلاثة، وبياخد وجبة ووجبتين وثلاثة، وبعدين شو منلاقي؟ منلاقي أكل يمكن شقفة اللحمة ويمكن يكون هذا من المدخنين، شو سوى؟ طوالي بده يحبس على سيجارة بعد الأكلة، والسيجارة نفسها فين منلاقيها؟ منلاقيها في وسط الأرز. وللأسف وهذا الشيء إخوانا شاهدناه ونعاني منه في السنين الماضية معاناة قوية، يعني وإحنا ماشيين وطلعين من صلاة التراويح منشوف الوجبات على يعني المصاطب الموجودة وعلى حفف المصاطب وفيها الرز مثل ما هو، يعني اللهم أخذ منها إيش؟ قطعة اللحم وخلى الرز زي ما هو. وأحيانا كثيرة شو نلاقي؟ منلاقي نفايات وأعقاب سجائر موجودة داخل هذا الرز. نقول إخواني هذا مما لا يجوز، هذا مما لا يجوز. أنت ما جعلت شهر رمضان شهر طاعة، يعني جعت طول نهارك عشان شو تسوي؟ عشان تعصي الله سبحانه وتعالى عند الإفطار؟ يعني كل الثواب اللي أنت جمعته عمالك بتضيعه في فترة الإفطار؟ هذا إخواني مما لا يجوز ولا بأي حال من الأحوال. الأصل إخواني نحن نتقي الله سبحانه وتعالى في أفعالنا وتصرفاتنا، ما نخلي هذا الشهر شهر معصية نعصي فيه الله سبحانه وتعالى بهذه الأفعال وبهذه التصرفات، هذه التصرفات غير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. فالأصل إخواني أن نقلل مقدار الطعام قدر الإمكان. قديش بتقدر تقلل؟ قل. ولو جينا إخواني إحنا على الحقيقة، يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شو بقول؟ حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه. شو يعني لقيمات؟ لقيمات في اللغة بضع، يعني بضع لقيمات، بضع يعني تؤخذ بين ثلاثة لتسعة في اللغة، يعني بين ثلاث لقم لتسع لقم تكفيك. لو جينا لو خلينا نقول جمعية أو الأغذية العالمية شو بتقول؟ بتقول إنه حد الفقر أو حد الجوع، يعني هي لما بدها تقدم مساعدات لدولة معينة عشان تساعد الناس الفقراء اللي ما في عندهم طعام، قديش أنا بدي أخلي حصة طعام لكل واحد حتى إن أنا أطلعه من المجاعة؟ بتقول حد الجوع 4 ملاعق من الطعام. يعني لو على سبيل المثال في عندي 1000 بني آدم في قرية جائعين، شو بكفيني أنا بعتهم في هذاك اليوم 4000 ملعقة أرز؟ يكفي لكل واحد اللي بحسب حسابه 4 ملاعق، هذه تكفيه. يعني من ناحية صحية تكفيه إنه يقوم بكل وظائفه الحيوية، جسمه شو ماله؟ بيشتغل 100%، وحواسه وعقليته وتفكيره بكون صائب 100%. احنا شو منقول لما واحد بده يعزم واحد على الطعام؟ شو بقول له؟ بقول له يا ابن الحلال ما اكلتش عيار الشبعان 40 لقمة؟ طيب اذا احنا منقول عيار الجوعان 4 لقم، كيف صارت عيار الشبعان 40؟ مش فاهم انا. يعني هذا البني ادم قبل ما يوصل للشبع بياكل عن 10 بني آدمين، اضرب 10 ب4 40، اذا كان عيار الشبعان 40 وعيار الجوعان خلينا 4، معناه هذا بياكل عن 10 بني آدمين قبل ما ايش يبدا الطعام، قبل ما يبدا لسه عشان ايش ما نقولش شيء انه بدا الطعام. نقول اخواني يعني احنا تصرفاتنا ليست بسليم. كمان اخواني بقول من المظاهر اللي بسميها مظاهر سلبيه في شهر رمضان
انه نفر من نهار رمضان. كيف يعني نفر من نهار رمضان؟ الواحد بقول لك انا باجي بصلي الفجر بعدين شو بدي اسوي؟ بدي احط راسي وانام، بتم نايم واصحط فيقوني لايمتان؟ لصلاة الظهر. هذا شو اسمه؟ الفرار من شهر رمضان. انت هربت من شهر رمضان، ضيعت على حالك ثواب هذا الشهر. وبعدين بيصلي الظهر شو بيرجع؟ بيرجع ينام. شو بقول لهم؟ اصحط فيقوني قبل العصر. وفي ناس حتى بتم سحبها وبتروح عليه صلاة الظهر وبيجمع الظهر مع العصر مع بعضيهم جمع. في ناس هيك بصير فيهم بتموا نايم. فإحنا شو اللي سويناه إخوان؟ إحنا فعليا للي عماله بناملوا في نهار رمضان وبقوم في الليل. في الليل شو بيسوي؟ بصحصح. عليكم السلام ورحمة الله. بصحصح في الليل، بيضوي هالتلفزيون، هذا مسلسل وهذا فيلم وهذا صحن حلو وهذه فواكه وهذا بتم طول الليل على التلفزيون ونقريش لإمتان؟ لعند قريب صلاة الفجر. فبفيق في الليل وفين بنام؟ في النهار. منقول إخواني هذا أيضا مما لا يجوز. لو إحنا نظرنا إلى أفعال المسلمين على زمن سيدنا محمد لوجدنا إنه معظم انتصاراتهم وحروبهم إمتان كانت في شهر رمضان. معظم الفتوحات الإسلامية إنما كانت في شهر رمضان. يعني الواحد كان جندي حرب يكون صائم. إحنا اليوم إخواني وللأسف يعني لأنه إحنا ورثنا تصرفاتنا لأولادنا من حيث لا ندري. يعني بتحط الصفرة قدام ابنك بكون في عليها كل ما لذ وطاب، بكون في عنده شغلة هو حبيبها انت ما جبتلوش اياها، بيحرد عن الاكل، بيحرد بقولك ما بديش اكل، كل صفرة بتبطل تعجبه. عشان على سبيل المثال انت ما جبتلوش الموز ولا ما جبتلوش الخوخ ولا ما جبتلوش الاسكيدينيا ولا الشغلة اللي هو طلبها، بيحرد عن كل الطعام. اخواني نقول انه احوالنا والاسف يعني فيها مظاهر سلبية كثيرة، خطأ من تصرفاتنا، ويجب إعادة بنية تفكيرنا في هذا الشهر بشكل سلبي. وأفضل ما يمكن فعله في شهر رمضان أن نتدبر القرآن الكريم. شهر رمضان شو اسمه؟ شهر القرآن. ليش الله سبحانه وتعالى أعطى الفضل لشهر رمضان؟ لأنه أنزل فيه القرآن. يعني شهر رمضان فعليا هو من القرآن نفسه، وبالأخص في ليلة القدر. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن في ليلة القدر. فنقول إنه طالما إنه فضل شهر رمضان من القرآن، فأفضل ما يمكن أن أقوم فيه في شهر رمضان هو تلاوة القرآن وتدبر القرآن. يعني بتلوه وأتدبره، يعني خلي لك تلاوتين، تلاوة سريعة إنك أنت تتلوه، إنك أنت تختم قد ما بتقدر، وتلاوة إنك شو تسوي مع تفسير، تقرأ الآية مع التفسير تبعها حتى أنك تفهمها 100% بشكل صحيح. يكون في لك تلاوتين خلال النهار. يعني وبالإمكان إخواني، يعني بالإمكان إحنا بنعرف في شهر رمضان مع الإمام أو خلف الإمام، يعني كل يوم نقرأ جزء، كل يوم نقرأ جزء. وخلال الشهر شو ممكن قرأنا؟ 30 جزء. يعني نختم القرآن في شهر كامل. ولكن على الحقيقة، على الحقيقة المسلم يستطيع أن يختم القرآن في كل يوم ختمه. وبعض الصالحين يعني إحنا مش زيهم ومنقدرش. يعني أنا كنت مسجون في فترة زمنية معينة، وكنت لما أضغط على نفسي وأكرس نفسي لتلاوة القرآن أختم القرآن مرة يعني وشوي صغيرة. إن أقدر إن أطلع مثلا فوق 30 جزء، أطلع لي جزء جزئين في اليوم الواحد. يعني كل يوم كان في عندي ختمة وأنا مسجون، فيش عندي شغل ولا أي شيء تاني. ولكن هؤلاء كان يختم القرآن ختمتين في اليوم. إحنا ما بنقدر، ختمتين في اليوم كانوا يختم القرآن، إحنا ما بنقدر. ولكن على الأقل إخواني إنه يكون لك يعني شيء عند الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان. أنت تتكلم عن شهر فضيل، قد ما كان فيه لك رصيد أكتر، شو بكون فيه لك ثواب أعظم عند الله سبحانه وتعالى. وأعظم ما قد تفعل في شهر رمضان أن تقرأ القرآن وأن تتدبر القرآن. فإذا أنت يعني شديت على حالك في شهر رمضان بدل ما تنام، شو تسوي؟ حط القرآن الكريم واقرأ فيه. القرآن الكريم إخواني جميل جدا، وعلى قدر إخلاصك في تلاوته تكن الفائدة إلك من هذا القرآن. الله سبحانه وتعالى يهديك في هذا القرآن. يعني بدل ما أنت تنام حط القرآن واقرأ، وقد ما بتقدر اقرأ. إذا أنت عندك وقت تنام، يعني في ناس إحنا بنعرفش عندهم وقت،
يعني سواء شهر رمضان ولا غير رمضان، زي هالمكوك الداير 24 ساعة شماله بيغزل ما بيتوقف. نفس الاشي يعني يستوي عند رمضان ما غير رمضان. وان شاء الله اخوانكم تكونوا منهم اللي عنده يستوي الطاعات في كل الاشهر وفي كل اللحظات وفي كل الساعات، انه نفس الاشي يعني يومه وليلته بصيروا ايش، اليوم الليلة مع النهار مع اليوم الثاني خط متصل، خط متصل. تبطل انت تميز انت بديت هذا اليوم امتى، لانه شو صار خط طاعة متصل امام الله سبحانه وتعالى. لما يصل الانسان انه تصير طاعته خط متصل مع الله سبحانه وتعالى، يتحقق في قول الله عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وهذا اخواني مش شيء سهل، ولكنه ليس بمستحيل، ليس بمستحيل. هذا يحتاج منك عزيمة داخلية من داخلك، قرار داخلي انك تقول انا على الحقيقة اعلم اين مصلحتي. مصلحتي ليست في هذه الدنيا، مصلحتي عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الدنيا سأستخدمها يعني كأنها وسيلة أستخدمها للوصول إلى الآخرة لا أكثر. في هذه الحالة إذا إحنا إخواني استخدمنا هذه الدنيا كوسيلة نصل فيها إلى الآخرة، ما بتضيع لحظة، بتصير اللحظات عندك مهمة. شو بتقول؟ في عندي لحظات أستطيع أن أسبح فيها الله سبحانه وتعالى تسبيحات، هذه التسبيحات هي شجرات في الجنة، كل تسبيحة شجرة، فأنا بدي أضيع على حال الثواني، أنا ما بضيع على حال الثواني. شو بتصير؟ بتصير اللحظة الثانية إلها قيمة عندك، لأنه هذه اللحظة وهي الثانية وهذه اللي بتعطيك مجال إنك أنت تسوي الشيء وتضع رصيد إلك في الجنة. فأنا يا إخواني ما بنقدر ناخد إشي معنا للآخرة، ولكن أفعالنا هي رصيدنا إن شاء الله في الجنة. إن شاء الله إحنا إخواني نعلم وندرك مصلحتنا إنه هي في طاعتنا لله سبحانه وتعالى. إخواني طبعا يعني المظاهر السلبية كثيرة اللي موجودة في رمضان، إحنا تكلمنا عن أهمها إن شاء الله إنه إحنا ما نوقع فيها. أهمها كيفية المحافظة على النعمة أن لا نبطرها، كيف نحافظ على الوقت لا نضيعه، مش نضيعه في المنام ولكن في الأفعال في تلاوة القرآن، هذه من أهمها إن شاء الله. يعني نكتفي بهذا المقدار، اقترب وقت العشاء. ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر، والطف بنا بما جرت به المقادير. اللهم انصر أقصانا وشاف جرحانا ومرضانا، واطلق سراح أسرانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم يا مولانا أحدا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يجزيكم الخير، بارك الله أعماركم إن شاء الله، يجزيكم الخير، يرضى عنك إن شاء الله. أنا سمعت في أمريكا في مطعم كان بطلب أكل ما أكلوش، لا إله إلا الله، طلب وجبة كبيرة ما أكلهاش بخلفوه. ليش تطلب أكل ولو حط حقها ممنوع، ولو حط حقها ولا هذه نعمة، شو بصيرش إنه الواحد يكفرها.